بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، به أستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن فمن دون إطالة ندخل في الموضوع المتمثل في إنجاز التمرين رقم 5، مخطط أجسام متأثرة من أطبق معارفي، صفحة 64. وهذا التمارين مدرجة في وحدة مقاربة أولية لمفهوم القوة، بطبيعة الحال مع السنة الرابعة من تعليم المتوسط في الظواهر الميكانيكية. إذن يقول نص التمرين: ارسم مخطط الأجسام المتأثرة في الحالات التالية. لديك قطار كهربائي مكون من 3 عربات يتحرك على سكة. إذن نمثل أو نحدد عناصر الجملة. لدينا قطار وسكة وأرض وهواء. القطار يتحرك على القطار الكهربائي يتحرك على السكة. إذن مكونات الجملة هي الأرض، القطار، السكة، الهواء. فلماذا أضفنا الهواء؟ هو يقول قطار كهربائي مكون من 3 عربات يتحرك على السكة، لم يذكر الهواء. إذن فالسكة والقطار يجب أن يحددان بالنسبة إلى الجمل الخارجية والمحيط الخارجي، وهو الأرض والهواء. فالقطار كما تلاحظ حينما يندفع ويتحرك على السكة فهو يؤثر على الهواء، والهواء يؤثر عليه، يكون هناك أفعال متبادلة تلامسية. إذن فنعبر عنها بشعاع F، شعاع لتي على A، الفعل المعاكس له F شعاع لA على T. أي في الأول نقول الهواء القطار يؤثر في الهواء بقوة، الفعل المعاكس له الهواء يؤثر بقوة على القطار. ثم الأرض كذلك على الهواء، الأرض تجذب الهواء تأثير بعدي F شعاع لT على A، F شعاع لA على T. وأيضا القطار يضغط على السكة، لا يشوهها، لا يحركها، لا يسرعها، لا يبطئها، لا يغير حالة الحركية، ومع ذلك فهو يضغط عليها بسبب ثقله. إذن القطار يؤثر على السكة، السكة تؤثر عليه بالشكل العكسي F شعاع لT على R، F شعاع لR على T. القطار والأرض تأثير بعدي، الأرض تجذب القطار والقطار يؤثر بشكل عكسي على الأرض. إذن فهناك فعل متبادل بينهم. الأرض والسكة كذلك، الأرض تؤثر على السكة، السكة تؤثر على الأرض. إذن هذا بالنسبة للفقرة الأولى أو التمثيل الأول. ثم يقول في الحالة الثانية: قارب شارك به صاحبه في مسابقة قوارب شراعية. إذن هذا قارب شراعي، يطلب منا أن نحدد كذلك عناصر الجملة ونرسم مخطط أجسام متأثرة. إذن هنا لدينا قارب شراعي، بمعنى ينبغي أن نتكلم عن الهواء ونتكلم عن الماء، ولما نتكلم عن الماء فحتما سنتكلم عن الأرض. إذن الجملة الميكانيكية هي قارب هواء ماء أرض. إذن فالقارب يؤثر على الماء، الماء يؤثر على القارب، أفعال متبادلة. ثم الهواء على الأرض، يعني الأرض هي التي تؤثر مبدئيا على الهواء، يعني تجذبه، والهواء يؤثر بفعل مضاد. ثم الهواء مع القارب، القارب شراعي، يعني إذا لم يكن الشراع مبسوطا ولم تهب الرياح لن يتحرك القارب. إذن فالقارب الهواء يؤثر على القارب، القارب يؤثر بالفعل العكسي. إذن F شعاع لA على B، الفعل المضاد F شعاع لB على A، القارب على الهواء. ثم الأرض على الماء، الأرض تجذب الماء F شعاع لT على E، ويكون الرد من أو الفعل المضاد من الماء على الأرض F شعاع لE على T. إذن هذا بالنسبة لي. وبين القارب والأرض بطبيعة الحال فالأرض تجذب القارب بثقاله، بسبب ثقاله كتلته. إذن F شعاع لT على B، ويكون الفعل المعاكس من F شعاع لB على T. إذن هذا بالنسبة للمثال الثاني. نمر إلى المثال الثالث. يقول: رافعة الحاويات في الميناء وهي تفرغ باخرة من حاويات السلع الموجودة فيها.
إذن لدينا مكونات الجملة: الرافعة، الحاوية، الميناء، الباخرة، الماء، الأرض. يعني الوسط الخارجي هنا عن العناصر المذكورة هو الماء والأرض، رغم أنهما لم يذكرا في النص، لكن وجودهما وفعلهما ظاهر وأكيد، فينبغي أن نذكرهما. إذن مثلنا الجمل: ها هي الأرض في الوسط، يحيط بها ماذا يوجد؟ على الأرض يوجد ماء، على الماء في الجوار على الماء يوجد باخرة، على الباخرة توجد حاوية، إلى جانب الماء يعني على في الميناء على الرصيف توجد رافعة، على الرصيف الرصيف الرافعة. إذن هذه أهم مكونات الجملة، كلها بينها تأثير وأفعال متبادلة. من أيها بدأنا لا إشكال، الأرض تؤثر على الكل بفعل بعدي، على الكل، الأرض تشد الباخرة، الأرض تشد الماء، الأرض تضغط على الرصيف أو تشد الرصيف، والأرض تشد الرافعة. لكل واحدة من هذه لها ثقل، إذن فالأرض تؤثر فيها عن بعد، وستكون أفعال عكسية من هذه الجمل على الأرض بطبيعة الحال، يعني كما الأرض تؤثر على الرافعة فالرافعة تؤثر على الأرض وهكذا. بعد ذلك نرى تأثير الجمل فيما بينها. إذن فالباخرة تؤثر على الحاوية، الباخرة سترفع الحاوية، الحاوية سيكون لها فعل مبادل لفعل الباخرة، يعني كما الباخرة ترفع الحاوية فالحاوية تبادلها بفعل معاكس. إذن كتبنا آف شعاع لبي على سي، فيكون الفعل المعاكس هو آف شعاع لسي على بي. ثم الباخرة والماء، الباخرة بثقلها تضغط على الماء، آف شعاع لبي على أ، فيكون فعل مضاد من الماء على الباخرة، فهو الذي يمنعها من الغرق، آف شعاع لأ على بي، وهذا ما نعرفه لاحقا بإذن الله بدافعة أرخميدس. إذن كما الباخرة تضغط بثقلها على الماء، فإن الماء يدفع الباخرة من الأسفل نحو الأعلى بقوة تسمى دافعة أرخميدس. ثم نرى تأثير الرصيف على الماء، الماء يصطدم بالرصيف فالرصيف يمنعه من الحركة إلى الخارج أو من الخروج أو من العلو إلى آخره. إذن فهناك أفعال متبادلة بينهما، آف لأ على آس، آف لآس على أ. ثم بين الرافعة والرصيف، الرافعة موجودة على الرصيف، فالرافعة تضغط على الرصيف، الرصيف يرد الرافعة أو يفعل فعلا عكسيا لها، الرافعة مع الحاوية، الرافعة ترفع الحاوية، الحاوية قلنا ربما يعني لم ننتبه للأولى، قلنا الباخرة تحمل الحاوية، هنا نرجع إلى الأولى، الباخرة تحمل الحاوية، الحاوية لها ثقل فهي تضغط على الباخرة، الباخرة سطحها يرد على الحاوية إلى الجهة العليا، هذا الاستدراك ما ذكرناه في سهوا في البداية. ثم هنا قلنا الحاوية ترفعها الرافعة، الرافعة ترفع الحاوية، الحاوية تشد الرافعة إلى الأسفل. إذن هناك أفعال متبادلة كما ترى في هذه الحالة. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية ما ورد في هذا التمرين. في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.